حرق 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 حرق. قبل ما تخش المقطع إذا ما ختمت لعبة ريد ديد ريدمشن 2 وقف المقطع الحين وهجي من المقطع وقفل اليوتيوب ولا تقرأ التعليقات لأنه في حرق لتختيم لعبة ريد ديد ريدمشن 2. فيلا نخش في المقطع، إذا ما ختمتها هجي. ها روح روح خارج بعد تقول لي حركتها ما حركتها، أعطيتك سبويلر من البداية. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح اوريكم اماكن 9 احصنة ممكن تاخذها وتروضها في لعبة ريد ديد ريدمشن 2 وببلاش وبدون اي تعب. طبعا هي تقريبا 9 احصنة راح ناخذها في هذا المقطع، وايضا تقدر تجيب هذه التسعة الأحصنة وراح تعدي تحدي الهورسمن إذا كنت مهتم بالتحديات في لعبة ريد ديد ريدمشن 2. طبعا الآن راح أعطيكم مجموعة من النصائح والمعلومات اللي ممكن راح تفيدكم في رحلتكم للصيد أو رحلتكم لترويض أحد الأحصنة. طبعا رحلة الصيد يعني ما راح تكون قصيرة، ترى راح تاخذ وقت معاك في انك تحصل الحصان اللي تبغاه، فعن يبغى لها وقت ويبغى لها صبر عشان تحصل النوع المعين من الأحصنة اللي تبغاها. ايضا اذا وصلت للمنطقة وما حصلت الحصان او انك تعبت وانت تدور ولك فترة، حاول يعني بقدر الامكان انه بين فترة وفترة انك تنام وتصحى الصباح اللي هو المورنينج تقريبا 6 الصباح زي كذا، عشان تتجدد اماكن الحيوانات والاحصنة فممكن يرسبن لك الحصان اللي تبغاه. فيعني بين فترة وفترة اذا ما حصلت الحصان اللي تبغاه نام عشان يتعدل الرسبون. ايضا اذا ما حصلت الحصان اللي تبغاه في هذه المنطقة بعد عنها شوية، يعني ابعد عنها كيلومتر مترين كيلومترين ثلاثة، بعدها ارجع للمنطقة عشان ايضا تتجدد الرسبونات مرة اخرى. طبعا المواقع اللي حددت لكم اياها في هذا المقطع راح تكون هي المواقع الرسمية للأحصنة والمواقع اللي تكثر فيها وجود هذا النوع المعين من الأحصنة. هذا المكان الرئيسي ممكن انت تحصل الحصان المعين في مكان اخر ممكن تحصل، لكن المكان الرئيسي راح يكون في هذا المقطع. عشان اسهل لك الموضوع راح اترك لك في خانة الوصف رابط يوضح لك تقريبا جميع انواع الاحصنة اللي ممكن تحصلها في لعبة ريد ديد ريدمشن 2، وايضا يعطيك مجموعة من المعلومات المهمة سواء اسلحة او ذهب او اماكن الغاز. بالنسبة لمنطقة اللي هو الهيرتلاندز، هذه المنطقة أحد أهم المناطق اللي ترسبن فيها مجموعة كبيرة من الأحصنة وأيضا مجموعة كبيرة من الأنواع المختلفة من الأحصنة. على سبيل المثال أنا في الهيرتلاندز تقريبا حصلت 4 أنواع مختلفة من الأحصنة، وأيضا أنواعها نادرة صراحة كانت. على سبيل المثال اللي هو الموستينج، والنوع الثاني اللي هو الهنغاريان هاف بريد، يعني نوعين جدا نادرين وحصلتهم في منطقة اللي هو الهيرت لاند. فإذا كنت شخص يعني ما أنت مركز على نوع معين لكن تبى تروض حصان، فتعال منطقة اللي هو الهيرت لاند وراح تحصل أحد الأحصنة اللي تطيب خاطرك. بالنسبة لهذا المكان راح نحصل فيه نوعين من الأحصنة تقدر تروضها اللي هو الأمريكان ستاندرد، وأيضا تقدر تاخذ اللي هو المورغن، حصانين في هذا المكان. طبعا بقية المقطع راح أوريكم مكانه وأروض فقط بدون أي تعليق مني. يلا سلام عليكم.
Come, boy. Now, girl. It's okay. Settle down.
No thing. You're okay. Hey, hey, easy. Easy there. Easy now. You're doing good, girl. All over now, girl. Here, let's get... Try. Easy, easy. See? There we are. It's nothing, really. Calm yourself. Stop. Easy now. No. Calm yourself, amigo. Calm down. We'll get on, won't we? طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، وأنا متأكد أنه ما حد سمع الخاتمة هذه، لذلك راح أقول حط لايك لا أديك هد الآن، هد يفجر راسك إذا سمعت. أنا اكتب لي في خانة التعليقات. ها يلا، سلام عليكم.